افتتحت محافظة دمياط من العوض مركز طبي قسم ثان يضم تخصصات الرعاية الصحية الأولية لاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان وكذلك الجلدية ومعمل التحاليل الطبية وآخر لتركيبات الأسنان الصناعية. من جهته قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، قال إن المركز يقدم خدمة الرعاية للأم والطفل وتطعيمات وتنظيم الأسرة وتثقيف الصحية وصرف لبن الأطفال للأمهات من المستشفى. كما يساهم المركز في تنفيذ المبادرات الرئاسية دعم صحة المرأة وصحة الأم والطفل والسمعيات والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوية، وكذلك تقديم خدمات استخراج شهادات صحية لراغب الزواج والعاملين بمجال الأغذية. المشروع تم البدء فيه منذ 4 سنوات عام 2018، وتم افتتاحه بتكلفة تقديرية ما يقرب من 10 ملايين جنيه. المشروع يتواكب مع تعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بزيادة أنشطة الرعاية الأولية بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة دمياط. يقدم المركز خدمات عديدة، منها خدمات طب الأسرة، يوجد 2 عيادة طب أسرة، أيضا يوجد 4 عيادات تخصصية. يشمل مركز صحة أسرة تاني العديد من العيادات التخصصية اللي بتشمل عيادة الجلدية وعيادة النساء وعيادة الأطفال. مركز صحة أسرة تاني بيقدم الخدمة للمواطن خدمة الطوارئ لمدة 24 ساعة يوميا، بالإضافة لعيادات طب الأسرة، قسم الأسنان اللي بيشمل التركيبات وحشو الأسنان وكشف الأسنان. بالنسبة لاستقبال طوارئ 24 ساعة نبطشيات وسهر، وبيقدموا خدمة الاستنشاء، غيارات، حقن، وكمان عندنا بالنسبة للمواليد حديث الولادة بناخد له عينة نقص هرمون الغدة الدرقية وبنقيس له فحص السمع. دي مبادرة رئاسية. شكرا جدا للأطباء اللي هنا، حاجة محترمة وحاجة على مستوى بصراحة، وكشفهم جميل جدا. يعني أنا الأطفال عندي بيكشفوا الأطفال عندي أحسن كمان من الخصوصي. بصراحة النهاردة أنا جيت أسجل بنتي أعمل لها البصمة بتاعة الرجل لأن لسه مولودة، فبصراحة المنظر النهاردة يعني حاجة مشرفة. ما كانش في جهاز سمع في المستشفى، النهاردة في جهاز سمع موجود بيقيس السمع بيه، ما فيش انتظار، الأمور ماشية كويس.